احنا مصر ومصر احنا، لما مصر تقول يا محنة مين هيسمع غيرنا احنا، مين هيفهم غيرنا احنا، من وجودهم من وجودها، مين سواعدها وجنودها، مين حشاها ومين ضلوعها، مين سيوفها ومين دروعها، اللي هيطمن ربعها غيرنا احنا، غيرنا احنا. فاللهم احفظ مصر وشعبها واهلها من كل مكروه وسوء. اللهم يا فارج الهم وكاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، ألطف بمصر وأهلها واصرف عنا كل شر، اللهم أمين. فجاءت اللحظة التي ستثبت مصر للعالم أجمع أن المصريين على قدر من المسؤولية، فكنتم وما زلتم مثالا يحتذى به في الصبر والصمود، نناشدكم الالتزام في بيوتكم، فالقادم خير إن شاء الله. وخذوا رسولنا النبي عليه الصلاة والسلام قدوة وخير مثال لنا، فهو من أرسى مبادئ الحجر الصحي قبل 1400 سنة وأكثر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله.